كيف بدنا نمتصها اذا كانت البويول اللي هناك او البكتيريا الجيده مش جيده واحنا قاعدين بنغذي فيها وبنقتل فيها. فعشان هيك خطوا لكم هالوصفات البسيطه هذه، هحاول اعملها بالتدريج خطوه خطوه، اتبعوها لمده اسبوع، لمده اسبوع وجربوا حالكم. طبعا كل الوصفات هذه تصلح لاي حدا بمقدار 80 ل 90%. هلا اذا وصفه من الوصفات هذه ما مشت معكم، زادت الاعراض، اعملكم حاله من الالام اكثر، في هالحاله ما بتعملوا الوصفه هذه بس بتكملوا في الوصفات الثانيه. الموضوع بده شغل ذاتي، شغل بيتي، ان نحرك هالحصوات هاي وننظف. وعمليه التنظيف ولا عمرها بتيجي فقط عن طريق اكل وعن طريق شرب. عملية التنظيف بدنا ناكل، بدنا نشرب، بدنا نعرف شو بدنا ناكل ونعرف شو بدنا نشرب، ومننا نحرك العملية هذه. وفيش اشي بحركها وبنشط الدورة الدموية وبدخل الاكسجين وبزيل السموم بدون الحركة. فيش دواء بدخل وبصير في فاعلية امتصاص حتى الادوية اللي بتاخدوها بدون عملية الحركة اللي جاي في الموضوع. فالموضوع مركب، مش على حدة، مش وصفة وصفتين اخذها واقول ان انا خلصت من حصوى المرارة. بدها جهد وبدها التزام. نبلش في الموضوع. اول وصفة اللي بدنا نعمل عملية تنظيفات كاملة للجهاز الهضمي. هاي الوصفة تاخدوا لكم ملعقتين من الملح الانجليزي. ملح الانجليزي متوفر في السوق، وبتحطوه على مياه دافية على مقدار نص لتر، ملعقتين من الابسوم سولت او الملح الانجليزي، وبتضيفوا عليها حبة ليمون. هذه المياه اللي هي نص لتر بدنا نشربها في الصباح الباكر. في الصباح الباكر لما نصحى من النوم على الريق بدون ما ناكل اي شيء بنشرب المياه هاي دفعة واحدة خلال 10 دقائق لازم نشربها. هذه المياه اللي موجود فيها الملح بس وحبة الليمون، هذه هتعمل عملية تنظيفات كاملة، عملية سحب للدهون المتراكمة سواء في الأمعاء الدقيقة أو في الكولون، عملية تغذية للبيو والبكتيريا الجيدة اللي موجودة في الكولون، هذه اللي بدنا نحفزها لأنه الملح صديق وعدو للبكتيريا اللي مش جيدة اللي موجودة في الأمعاء. يعني الملح بتم امتصاص البكتيريا السيئة وبيخلصنا. بعدين ما تنسوا انه الملح مع الليمون مع المياه